ليه خبرني أكثر عن المسابقة؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكر لكم بوجودنا اليوم، بوجودكم اليوم في هاي الإيفنت اللي هو عبارة عن حفل توزيع الجوائز لجوائز الحلم اللي هي جوائز نهاية السنة، عبارة عن $2 مليون أمريكي موزع على رابحين 2 محظوظين، وفوقها عندنا رابح ثالث فائز بجائزة $50,000 أمريكي بشكل راتب موزع على 12 شهر، فألف مبروك لهم. طبعاً هذه المسابقة كانت معنا على مدى السنين، هي برنامج الادخار الوطني، البنك كان يقدمها لأكثر من 20 سنة، هذه السنة 21 اللي قدمها لنا البنك، وفوق المئات من العملاء فازوا معنا في هذه البرامج. وصف ما أين وصف؟ تنصدم من هالسالفة، في حياتنا ما حصلنا هالشيء. أكيد بأمن عيالي، بأمن لهم. أول شيء البيت سيدا، ما يبلى هذا كلامه. والله هي اسمها الحلم، فالحمد لله رب العالمين الصراحة. بس نعم صدمت يعني في البداية، يعني مبلغ ما توقعته يعني.